عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم يا أخو بكل خير. في كل مرة أمر بهذه الآية والله تستوقفني، والله الذي لا إله غيره، إني أجد معها يعني إيقاظ لي للقلب. الله عز وجل يقول على أو عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام لما ذكر في فتح مكة عموما، قال وألزمهم كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. الله عز وجل يقول وكانوا أحق بها. يا الله، ما زلت أقول ما الذي رآه الله سبحانه وتعالى من قلوب النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. والله يعلم أعمالكم، والله يعلم إسرارهم، والله يعلم ما في قلوبكم، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. يا أخي سبحان الله، تأمل. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. هذا الله سبحانه وتعالى يخاطب المشركين المحاربين المعاندين، كانوا يحاربون النبي عليه الصلاة والسلام في بدر. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، لما وقعوا في الأسر. فقط حبيبي في الله، يا موحدا ربه، يا محبا لله عز وجل، يا مصليا، يا راكعا، يا ساجدا، يا عابدا لله عز وجل، فقط وجه بوصلة القلب إلى الله سبحانه وتعالى وأبشر وأبشر. ترى الله عز وجل لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. مهما أخطأنا في حق ربنا، مهما قصرنا، مهما أذنبنا، هذا كله لا يحول بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، بل أقول هذا كله يزيدنا إصرارا، يزيدنا إقبالا، يزيدنا إصرارا على أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وإقبالا عليه سبحانه وتعالى، يزيدنا رغبة في 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 موعود الله عز وجل للتائبين، بأن يغفر الله لهم، بأن الله سبحانه وتعالى يبدل سيئاتهم حسنات، بأن الله يعني يحبهم ويفرح بتوبتهم سبحانه وتعالى. فالخلاصة والزبدة يعني نري الله عز وجل من قلوبنا خيرا، محط نظر الله سبحانه وتعالى منا ليست الأشكال، ليست الظواهر، وإنما البواطن يا إخوة، والنيات. وإن الرجل ليبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله. أرجع إلى أول نقطة، ماذا رأى الله سبحانه وتعالى من قلب النبي عليه الصلاة والسلام وقلوب الصحابة لما قال فيهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها. الله يقول وكانوا أحق، نعم، وكانوا أحق بها وأهلها، ثم أردف بعد ذلك بقوله سبحانه وتعالى وكان الله بكل شيء عليما. اطمئن اطمئن، فوالله إن رأى الله سبحانه وتعالى منك الخير، والله إنك تبشر، والله إنك تبشر، والله لا يكرمنك الله، والله ليسرن الله أمرك، والله ليبدلن الله حزنك إلى فرح، وذنبك إلى حسنات ومغفرة ورحمات سبحانه وتعالى. فقط فقط عدل بوسط القلب زي ما قلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم توبة ومغفرة، وأن لله عز وجل من أنفسنا الخير. في أمان الله.